عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل امتحان محافظة الشرقية بيج 126 100 طبعا 26. Listen and choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1، السؤال بيقول عندي When did you visit the Egyptian Museum of Modern Art؟ متى زرت المتحف المصري للفن الحديث؟ طبعا من خلال نص الاستماع last month، الشهر طبعا إيه؟ الماضي. سؤال نمبر 2، The Museum of Modern Art، عايز يقول المتحف، متحف الفن الحديث ده طبعا Art is in space، طبعا موجود في كايرو في القاهرة، طبعا ده من خلال نصوص الاستماع. بعد كده السؤال نمبر 3، Egypt is famous for its space art، طبعا مشهورة بإيه؟ تشتهر مصر بالإيه؟ الفن طبعا، Modern ولا Bad ولا Old ولا Ancient، طبعا ancient بالفن القديم، طبعا عندي هنا بالفن القديم، يبقى هنا it's ancient art، مودرن حديث، old قديم، طبعا ده من خلال نصوص الاستماع. number 4، the writer was space is seeing art، الكاتب كان ايه في رؤية الفن، كان مهتم برؤية، يبقى انا عندي ان، يبقى interested ان، كان مهتم بي طبعا برؤية الفن. بعد كده طبعا complete the following dialogue، من المحادثة التالية between رنا وعند منى. هنكمل الحوار التالي، رنا ومنى طبعا. رنا and منى suggest doing things، كانوا طبعا بيقترحان القيام بأمور. يقترحان القيام بأمور أو طبعا إيه بأشياء. فرنا I'm hungry، what about you؟ طبعا هتقول لها أنا جائعة جدا، ماذا بشأنك أو ماذا عنك؟ فطبعا هتقول لها أنا جعانة أيضا برضه، يبقى تقول لها I am hungry، فاصلة كده وكلمة to أيضا، I am hungry too، أنا طبعا جائعة أيضا. بعد كده طبعا قالت لها Why don't we eat pizza؟ طبعا هنا بتقترح عليها ليه؟ طبعا إحنا بتقترح عليها إن هي تقول لها لماذا لا نأكل البيتزا؟ فطبعا رنا قالت حاجة، قالت لها بيتزا is tasty، يعني طبعا البيتزا بتكون لذيذة، فتقول لها that's طبعا ايه a good idea، يعني دي فكرة كويسة، طلع عليها ليه ما ناكلش بيتزا؟ قالت لها that's a good idea، pizza is tasty، يعني البيتزا لذيذة وطعمها طبعا جميل. فطبعا منى قالت حاجة، فرنا قالت لها we can meet in 30 minutes، احنا ممكن نتقابل في غضون 30 دقيقة. فتسألها طبعا امتى هنتقابل، او وين، متى الزمان، وعندي الفعل المساعد عندي كان، والفعل عندي وي يطلع زي ما هو، وابدا اكمل اقول ايه ميت، متى ايه نتقابل، وين كان وي ميت، متى نتقابل، لا وي كان ميت ان 30 minutes، يمكننا نتقابل في غضون ايه، غضون أو في خلال إيه؟ 30 إيه؟ 30 دقيقة. فطبعا منى قالت لها would you like to do anything else؟ يعني أنت أتودين فعل شيء آخر؟ أنت عايزة تعملي حاجة تاني؟ فطبعا هترد عليها تقول لها yes I'd like، يعني أنا أود، هتقول لها إن أنا عايز أروح الإيه؟ للسينما. I would like to go to the cinema، the cinema، طبعا ده من خلال نص نقرا النص كله، طبعا تحت بتقول لها اوكي the cinema isn't far from here، يعني طبعا السينما مش بعيده من هنا، او السينما ليست بعيده من هنا. فمنى هتقول حاجه، رنا عذرا هتقول حاجه، فمنى هتقول لها the film is called the lost girl، الفيلم ده طبعا يسمى الفتاه المفقوده، يسمى او يدعى الفتاه المفقوده. فطبعا هتقول لها ماذا يسمى هذا الفيلم، او what، فعل المساعد عندي is طلع زي ما هو، وكلمة ايه the film called دي تطلع زي ما هي تاني، the film called، ماذا يدعى هذا الفيلم، what is the called، what is the film called، what is the film called، ادي what او ماذا، فعل المساعد تحت is يطلع زي ما هو، the film الفاعل، وعندي كلمة called، ماذا يسمى هذا الفيلم، the film is called the lost girl، البنت، الفتاة المفقودة او البنت المفقودة.
بعد كده عند صفحة 127 127 بيقول لي read the following then answer the question، يعني اقرأ طبعا التالي ثم أجب عن الأسئلة. بقول لك when we taste our food، لما احنا طبعا بنتذوق طعامنا. بيقول لي mouth tells us if the food is sweet or كمان salty or spicy، يعني بيقول لي كمان احنا طبعا أفواهنا دي أفواهنا بتخبرنا إن إيه، إما ما إذا كان الطعام حلو، ما إذا كان الطعام طبعا حلو، أو إيه سولتي مالح، أو كمان سبايسي حار. But we do some people like some types of food and not others، لكن ولكن لماذا يحب بعض الناس بعض أنواع الطعام؟ ليه طبعا بعض الناس بتحب أنواع الطعام and not others طبعا ودون غيرها. طبعا كلمة not others معناها إيه؟ دون غيرها، غير الطعام التاني. There are many reasons، طبعا هناك أسباب أو العديد من الأسباب. For example، على سبيل المثال some people don't like a type of food because they remember being ill after they ate it، يعني بيقول لك على سبيل المثال إن بعض الناس ما يحبوش نوع الطعام لأنهم بيتذكرون أنهم مرضى بعد أكلهم له، أنهم بيتذكرون إيه أنهم مرضى after they ate it، ate it بعد طبعا تناوله أو أكلهم له. ولك however ومع ذلك it's believed that you can change what you like، ومع ذلك يعتقد الناس ان إيه طبعا يعتقد الناس تغيير ما يريد ما يستطيع طبعا ايه ما يريدونه او ما يحبونه، مع ذلك يعتقد انه كمان يمكن تغيير ما تريد. بعد كده بيقول لك we often غالبا احنا don't like unusual food because our brain doesn't understand it، كمان احنا لا نحب الطعام الغير عادي like unusual food because our brain doesn't understand it، لأن دماغنا دي لا يفهم لا يفهم، لأن دماغ احنا ما نقدرش طبعا الطعام الغير عادي. يبقى احنا تاني كمان نحن غالبا لا نحب الطعام الغير عادي لأن طبعا دماغنا لا يفهم ما يفهمش ايه. So if you want to start liking food that is healthy، يعني كمان ان دماغنا دي لذا اذا كانت تريد ان تبدأ في الإعجاب بالأطعمة الصحية such as green vegetables، يعني بيقول لك كمان مثل الخضروات الخضراء you should eat it more often، كمان ان احنا يجب ان احنا نتناوله بشكل اكتر then your brain will recognize، كمان ان احنا يجب ان نتناوله بشكل اكثر تكرارا عندما سيه طبعا يتعرف will recognize يتعرف عليه. you can also brain your brain not to like something، كمان ايضا احنا ايضا ان تدرب دماغك على عدم حب شيء، ان انت كمان ايه you can also train your brain not like something الحب شيء. for example many people who stopped putting sugar on their things، يعني يقول لك على سبيل المثال العديد من الناس اللي بيتوقفوا عن وضع السكر في اشيائهم او اغراضهم. طب الناس دي on their things found وجد way after a time that they didn't like sweet things، كمان ان هم وجدوا بعد فتره انهم لا يحبون الاشياء الحلوه، كمان ان هم things after وجدوا after بعد وقت طبعا they that ان انهم هم they didn't like sweet things ما بيحبوش الاشياء الحلوه. كمان بيقول لك so لذلك if you like sweets and don't like vegetables، كمان اذا كنت تحب الحلويات ولا تحب الايه الخضروات you should train، كمان بيقول لك انت يجب ان انت تدرب عقلك you should train your brain، ان انت يجب ان تدرب عقلك على تناول طعام صحي to eat more healthy، يبقى يجب ان تدرب مين عقلك على تناول طعام صحي اكتر. السؤال طبعا هنا بيقول لي answer the following question what is the passage about، عن ماذا تتحدث طبعا القطع؟ هنقول طبعا القطعة بتتحدث عن ايه؟ يبقى it's about، انها بتتحدث عن how، كيف ان احنا we train، ان احنا نمرن او ندرب the brain العقل the brain اللي هو العقل بتاعنا، يعني ازاي ان احنا ندرب العقل على ايه؟ to like ليه حب الايه
or عذرا انا كتبت تحت or dislike او عدم حب ايه الانواع من الاطعمه. يبقى هنا types of food. It's about how we train ان احنا ندرب ازاي العقل على ايه الحاجات اللي بيحبها او اللي ما بيحبهاش الانواع من الايه الاطعمه، انواع من الاطعمه. يبقى طبعا الاجابه بتقول لي هنا ايه it's about how we train the brain to like على حب او dislike على طبعا عدم حب الطعام types انواع الطعام of food. السؤال نمبر 2 why do people often not like unusual food؟ ليه الناس غالبا ما بتحبش الطعام الغير ايه عادي؟ يبقى طبعا نكمل من القطعه. إجابة رقم طبعا 2 because our brain لأن دماغنا أو عقلنا doesn't understand it لأنه ما بيفهموش لا يفهم لأن عقلنا لا يفهم. هو هنا طبعا بيقول لك لأن إيه دماغنا لا يفهم إيه لا يفهم ذلك. أهو يبقى إحنا طبعا إيه because هو بيقول لك هنا we often don't like unusual food إحنا غالبا لا نحب الطعام الغير عادي بسبب إيه our brain doesn't understand it طبعا إيه إن دماغنا لا تفهم. طبعا دي إجابة رقم كام؟ رقم 2. السؤال نمبر 3 why do you think لماذا تعتقد الناس people trained مرنوا their brains عقولهم not to like sugar ان هم لا يحبون السكر. يبقى ايه لماذا تعتقد ان الناس دربوا عقولهم على عدم حب السكر؟ يبقى هنقول بسبب they هم want to eat more healthy food لان طبعا هم ايه يريد ان هم عايزين ياكلوا طعام صحي اكتر. هم طبعا يحبون او تناول او يريدون تناول طعام صحي اكتر يبقى because they want to eat more healthy food. ده السؤال طبعا لايه لماذا تعتقد الناس دربوا عقولهم على عدم حب ايه السكر. بعد كده بيقول لي we use our space to taste food عشان بنستخدم ايه عشان تذوق الطعام. طبعا هنا mouth اللي هي طبعا الافواه. السؤال نمبر 5 what do you think the word recognize اللي هو يتعرف دي means تعني؟ طبعا الاجابه عندي A no because you have seen it before يعني اعرف لانك رايته من قبل اعرف انك ايه طبعا رايته لانك رايته من قبل. No, because you have seen it before. سؤال نمبر 6 If you won't stop liking unhealthy food بقول لو انت يعني اذا اردت التوقف عن طعام صحي هنا if you won't stop liking unhealthy food اذا اردت التوقف عن الطعام طبعا الغير صحي يبقى هتعمل ايه؟ both and طبعا and A and B both يعني كل من A and B كل من A و B يعني طبعا A تاكل طعام طبعا eat healthy foods instead يعني بدلا. بعد كده عندي كمان بي بيقول لي stops eating this type of توقف عن اكل هذا النوع من الطعام يبقى stops eating this type of food والاجابه الثانيه eat healthy food تاكل طعام طبعا ايه طعام صحي بدلا ايه او تناول طعام غذاء صحيه بدلا من ذلك تناول طعام صحي بدلا من ذلك. السؤال الثاني الاجابه الثانيه stops eating this type of food توقف عن اكل هذا النوع من الايه الطعام يبقى كل من ايه كل من A و B. بعد كده choose the correct answer from A B C or D he is happy because he passed his exams لانه passed اجتاز امتحانه او امتحاناته. He is space to nuts. He can't eat any of them. لا يستطيع ان ياكل منه يبقى هو عنده allergic حساسيه. عنده هو طبعا عنده حساسيه للمكسرات. He can't eat any of them. لا يستطيع ان ياكل طبعا ايه الكثير او اي منهم. هذا كده بيج 128 Before you fry food you should space some oil in a pan. بقول لك قبل ما تقلي طبعا الطعام يجب ان انت تضع بعض الايه الزيت you should heat او انت تسخن ايه بعض الزيت ان في الطاسه في الطاسه او في المقلاه.
يبقى before you fry food you should heat some oil. تسخن طبعا ليه heat. سؤال نمبر 4 I don't want these expensive shoes. يعني طبعا بيقول لك لا أريد هذا الحذاء الغالي. طبعا الحذاء يتكون من جزئين expensive shoes. Please give me cheaper. من فضلك أعطيني حذاء أرخص. يبقى طبعا بيتكون الحذاء بيتكون من اثنين يبقى once. يعمل معاملة الإيه الجمع. يبقى هنا I don't want these expensive shoes. Please give me cheaper once. اديني واحد أرخص. Number five we should stop people from driving space the desert. يقول لك ان احنا يجب ان احنا ايه نتوقف يجب ان ايه او نمنع الناس from driving من القياده طبعا في الايه عبر الصحراء يبقى across كلمه across the desert عبر الصحراء. بعد كده السؤال نمبر 6 هودا's father والد هودا بيقول لي has bought a or an space car. انا عندي هنا الاسم هنشوف ترتيب الصفات اول حاجه العمر وبعد كده اللون وبعد كده عندي مين الاسم الالكتريك كار اللي هي السياره ايه الكهربائيه. يبقى والد هدى اشترى طبعا سياره جديده حمراء كهربائيه اشترى طبعا ايه او سياره كهربائيه جديده حمراء. يبقى عندي هنا اول حاجه العمر وبعد كده اللون وبعد كده عندي مين الاسم. انا جايب لي طبعا هنا نيو وبعد كده جايب لي الاسم وبعد كده جايب لي اللون ده برده مش مترتب الكتريك جايب لي هنا الاسم كده هنا جيب لي العمر وبعد كده اللون مش مترتب محتاج طبعا عندي الاول ايه العمر وبعد كده الايه اللون وبعد كده طبعا لو في عندي في ماده خام ماشي مفيش يبقى عندي هنا مين الاسم. يبقى هنا نيو ريد كار الكتريك كار. السؤال نمبر 7 ووتر ميلونز البطيخ كمان والاورنجز البرتقال ار سبيس يبقى جوسي يعني مليئه بالعصير. نمبر 8 ذا تورست ستوك ذا رود ساوث سبيس ميستيكس. عايز يقول ان اللي طبعا اللي هم عايز يقول السياح سلكوا طريق او اخذوا طريق الايه الطريق الجنوبي عن طريق الخطا باي ميستيك. يبقى هنا باي يبقى السياح اخذوا الطريق اللي هو ايه الطريق الجنوبي الايه بواسطه او باي ميستيك عن طريق الخطا. سؤال نمبر 9 بيقول لي space are jewelry مجوهرات that women wear around their necks مجوهرات تلبسها النساء حول أعناقهن. يبقى عندي هنا necklaces necklaces اللي هي طبعا العقد أو العقود يعني اللي بتلبسها طبعا مجوهرات التي ترتديها النساء around their necks حول طبعا أعناقهن. نمبر 10 if you feel طبعا دي قاعدة if الحالة الأولى if you feel مضارع بسيط وإذا كانت في النصيحة يبقى الشود والفاعل شود والفعل في المصدر. يبقى هنا النصيحة يبقى if you feel ill طبعا أنت إذا كنت تشعر بالمرض يبقى ينبغي أن أنت طبعا إيه أن يراك الدكتور أو تذهب لرؤية الطبيب يبقى you should see a doctor. بعد كده complete the sentences with the correct form of the words in brackets. بيقول لي املأ الجمل بالصيغه طبعا الصحيحه للكلمات اللي بين الاقواس. بعد كده عندي بيقول لي لوك من كلمات الداله على البريزنت كونتينوس المضارع المستمر اوتسايد يعني طبعا انظر بالخارج انظر الى الخارج. اتس طبعا اتس ريننج طبعا هنا عندي ات واز طبعا والفعل مضاف له اي ان جي بقت ريننج هنا طبعا بتكلم على المضارع المستمر. انظر بالخارج انها طبعا تمطر الان. سؤال نمبر 2 أمال سبيس A friend tomorrow it's arranged. طبعا دي إن شيء مرتب له أو تم ترتيبه يبقى بيستخدم المضارع المستمر لتعبير عن الترتيبات الإيه أو التخطيط للمستقبل. يبقى هنا is meeting أمال مفرد يبقى is والفعل مضاف له ing يبقى is meeting. يبقى أمال طبعا إيه بيقول إن هي عندها إيه A friend ستقابل A friend صديقه غدا it's طبعا arranged يعني طبعا لقد تم ترتيبه أو شيء مرتب له. استخدم المضارع المستمر لتخطيط عن المستقبل. أمال مفرد أم إظهار فعل مضاف له إن جي يبقى هنا إز ميتينج. نمبر 3 هنا طبعا بنتكلم عن بنعرض عرض بنتكلم عن عرض يبقى هنا كنت إيه عندي شال يبقى شال أي برينج يو سم أورنج جوس هل لي أن أجلب لك بعض العصير. يبقى أنا عندي هنا شال شال أي برينج يو سم أورنج جوس هل لي أن أجلب لك بعض الإيه العصير. بعد كده السؤال نمبر 4 if space هنا طبعا الحاله الاولى عندي هنا مضارع بسيط الناحيه الثانيه will والمصدر في will والمصدر محتاج مضارع بسيط مع she وهي وات طبعا الفعل بي اس او اي اس او اي اس يبقى she goes دي طبعا التصريف الاول حط الفعل اي اس يبقى if she goes لو هي طبعا ايه
إذا هي ذهبت إلى طبعا إذا ذهبت إلى المتجر أو المحل she will buy cheese يعني طبعا ستشتري الجبن أو الجبنة. دي قاعدة طبعا إف الأولى الحالة الشرطية الأولى مضارع بسيط الناحية التانية will والمصدر. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال على إعجابكم وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.